هل تغيير الشعر من بني لأسود للشباب حرام؟ من بني لأسود ليس يعني يكره. وكثير من المشايخ الآن في الحقيقة يعني نتعجب من أمرهم، لأن صنيعهم قد يحمل تدليسا، شيخ كبير السن ويصبغ شعره بالسواد ويتقدم لفتاة، فهذا غش، لأنه يلبس عليها. فانتشر هذا في عدد من المشايخ، خاصة بعض المشايخ الحنبلة الذين يرون جواز ذلك، لكن معلوم أن هذا هو إنجاز، لا يجوز التدليس. وكتحرير المسألة في باب الصبغ بالسواد حديثان، أولهما أن أبا قحافة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة بياضا، فقال النبي عليه السلام فيما يروى عنه غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. لفظة وجنبوه السواد عند التحرير شاذة. والخبر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. وجه هذا بأن الصبغ بالسواد سيماهم، كما قيل في الخوارج سيماهم التحليق. والحمل لهؤلاء وأولئك على هذا التأويل أن الحسن والحسين كان يصبغان بالسواد، وكذا نقل هذا عن عقبة بن عامر إذ قال نسود أعلاها وتأبى أصولها. وكذلك ورد عن سعد بن أبي وقاص الصبغ بالسواد، وعن عدد آخر من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. أما التدليس فلا تفعل،